بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب البشير الشفيع النذير، الذي أخبر عن ربه بأن له في كل نفس 100,000 فرج قريب. وسلم تسليما كثيرا، ليس غريبا على من اتقى وصبر أن يعطيه الله ما تمنى، ولكن الغريب أن ييأس الإنسان من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يوسف الصديق أعطى مثالا قويا بالصبر على البلاء والرفعة بعد الصبر، فقد امتلك يوسف زمام الأمور في مصر. سأبلغ كبير الكهنة بأنك معنا في حربنا ضد يوسف. نويبارو يعمل لمصلحته الشخصية يا أخنابين. كيف أيها القائد؟ ألا تدري أن يوسف له إله آخر غير آمون؟ أعلم أن هذا في غاية الخطورة على كهنة المعبد. إنهم يستفيدون من عبادة آمون أموالا ونفوذا. وها هي مخازن الطعام الذي يختزنه الناس بوصية يوسف الصديق حتى يخرجوا من أزمتهم الكبيرة. الكل متعاون مع يوسف للخروج من هذا النفق المظلم دون ضجر أو غضب. هذه هدية كبيرة يا زخار، أن يكون يوسف بيننا. نعم يا مولاي، إنه رجل صالح. كيف تجاوب معه الناس إلى هذه الدرجة؟ يوسف صادق لا يكذب أبدا يا مولاي، أمين لا يخون. ولكنني أخشى عليه من المتآمرين يا زخار. لا تخف عليه يا مولاي. هل تظن أن هذه الأزمة ستمر دون مجاعة؟ ما زال الصراع مستمرا بين إخوة يوسف، فهم قد أدركوا أنهم قد أجرموا في حق أخيهم المظلوم وفي حق أنفسهم، فهم أبناء نبي ولا يحق لهم فعل هذا الأمر، لهذا هم دائما في هم وغم.
ما زال يعقوب يدعو الله ولم ييأس من روح الله. فصبر جميل يا يعقوب، صبر جميل. ما زال يوسف يحاول إنقاذ مصر من المجاعة والضياع، فهو يعمل بالنهار وبالليل يصلي ويدعو ويتوجه إلى الله بالعبادة والدعاء والتسبيح. الذي يدعو إليه يوسف هذا؟ أنا لست أفهم، ما معنى الإله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد؟ هذا كلام جديد علينا، ما الذي يحدث؟ وماذا سيحدث لو آمن الناس بما يقوله يوسف هذا؟ ماذا سيحدث؟ إننا لا نعرف غير الإله آمون، فكيف إذا اتبع الناس دين يوسف الجديد؟ من الذي أخرجك من السجن أيها الرجل العنيد؟ كيف تقف أمامنا وتحطم آلهتنا؟ آمون، آمون، نجنا. نأكل بعض الطعام ونخزن البعض الآخر لوقت الجفاف. ذلك كلام صائب. لا تأكلوا كل الطعام، كلوا قليلا وخزنوا الباقي. أصبح الطعام يدور على الناس بقدر قليل حتى يكفي الطعام أيام الجفاف.
وهذه هي حكمة يوسف للخروج من الأزمة.